تمام، احنا كده خلصنا الدرس النهارده. الواجب من صفحه 30 لصفحه 32. بعد اذنكم محدش ينسى الواجب. اتفقنا؟ اتفقنا. باي. ميس انت لسه هنا؟ ايه ده يا نور، انت ما خرجتش الفسحه ليه؟ انت محتاج مساعده؟ في الحقيقه ايوه، عندنا الحصه الجايه علوم وفي درس رسم توضيحي وبيقول انظر للشكل كذا، وانا طبعا بفوته. ممكن تجيبي لي من صفحه 30 لصفحه 31 عشان اعرف الدرس؟ تصدق يا نور انا جات لي فكره بس كده وما كنتش عارفه اتصرف. هو الصراحه الموضوع محيرني انا شخصيا، بس اقول لك حاجه، انا عندي حد ممكن يكلمنا عن الصعوبات اللي بتواجه التعليم الدامج. طيب ومستني ايه؟ سارة عايز أعرفك على أستاذة مريم ميلاد، مسؤول الأول برنامج التأهيل في الهيئة القبطية الإنجليزية، هي اللي هتقدر تتكلم معنا أكتر في الموضوع اللي إحنا عايزين نتكلم فيه. إحنا طبعاً مبسوطين جداً حضرتك معنا يا أستاذة مريم، وعايزين ناخد رأيك كده في شوية حاجات. هل إحنا عندنا في مدارسنا مقررات دراسية تنفع لمستويات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ احنا بس اول حاجه يعني نفهم يعني ايه دمج تعليمي. بالزبط. الدمج التعليمي هو دمج اولادنا احنا في المدارس النظاميه مع الاولاد دون الاعاقه. اوكي. طبيعي ان هما بياخدوا نفس المنهج ونفس الحاجات اللي بياخدوها الاولاد دون الاعاقه. فهو هيبقى نفس المنهج، فاوريدي مصر دايما بتطور في التعليم، يعني الايام دي بتطور في التعليم وبتهتم جدا بالمناهج الدراسيه للاشخاص للتلاميذ بشكل عام. فأوريدي وهي بتطور مناهج، المناهج دي كمان بياخدوها نفس الأولاد دون الإعاقة. الفرق في طريقة التدريس، يعني الأولاد اللي غير قادرين على التعلم بالطرق التقليدية إزاي درس لهم نفس المنهج بطريقة بسيطة. ففي طرق مختلفة؟ آه طرق مختلفة. زي إيه مثلاً؟ يعني كل يعني الاولاد ذوي الاعاقه البسيط الذهنيه البسيطه بيبقى في غرفه اسمها غرفه المصادر. غرفه المصادر دي غرفه داخل المدرسه، هي كل يعني بوفق القانون ان كل المدارس دمجه، فبناء عليه ان كل المدارس تقدر تستقبل اولاد ذوي الاعاقه. مين الاولاد اساسا اللي بيتم دمجهم من الاشخاص ذوي الاعاقه؟ اللي هم ذوي الاعاقه الذهنيه البسيطه اللي هم قادرين على التعلم، والاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه، والاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه والبصريه. فبناء عليه بيتم دمجهم داخل المدارس، بس بيخش جوه الكلاس، يعني بيبقوا جوه الفصل، لكن لازم يبقى المنهج بطريقه تانيه حديثه، هي زي وسائل ايضاح، معينات، طريقه يعني بطرق بسيطه للاشخاص ذوي الاعاقه الذهنيه تساعدهم في اكتساب المعرفه والتعلم واستخدام التكنولوجيا وكمان رفع المهاره بتاعتهم. لان غرفه المصادر دي مش بتاخد فئه واحده، يعني مش بقول ان الاعاقه ان غرفه المصادر بس بتعلم اشخاص ذوي الاعاقه الذهنيه، دي مفيده حتى للاولاد دون الاعاقه. يعني لما بنروح غرفه يعني بنقول مثلا حضانه فيها مونتيسوري عشان تعلم الاولاد الاكتيفيتي بشكل فعال، هي دي غرفه يعني غرفه المصادر دي مش بتغني خالص عن وجود الاطفال جوه الفصل. هما بيبقوا جوه الفصل بس اللي غير قادرين على التحصيل بالطرق التقليديه دي طريقه مبسطه وسهله يتعلموا بيها، زي وسائل الايضاح اللي كنا بناخدها زمان. اوضه فيها انشطه مختلفه وممكن اي حد يستخدمها اصلا. هو بيبقى في مسؤول عنها عشان يعرف الادوات دي بتستخدم في ايه، بس الاطفال بيترددوا عليها عشان يتعلموا فيها، وهي بتبقى مجهزه يعني لكل الاعاقات، وكمان لحاجه معرفيه وحاجه لرفع المهاره وكمان تكنولوجيا وتعليمي، فهي فيها ادوات شويه زي ما قلت كده وسائل ايضاح تسهل العمليه التعليميه اكتر. احنا عندنا عموما في مصر وسائل ايضاح في المناهج، هل هي كافيه للاشخاص ذوي الاعاقه؟ التعليم زي ما قلت المناهج دايما في تطور، يعني بيحاول يعمل يعني تغيير او تعديل في المناهج علشان تناسب الاعمار وتناسب السن. انا مش عايزه للاعاقه يعني دون ذوي الاعاقه يدرسوا حاجه مختلفه، هم زيهم زي دون الاعاقه، عشان ادي جوده تعليم لاطفالي زي الاشخاص دون الاعاقه. وانا ليه عايزه اديهم مناهج مختلفه؟ انا عايزه اديهم جوده تعليم زيهم زي دون الاعاقه، على قدم المساواه مع اقرانهم واصحابهم، يبقوا زيهم نفس الحاجات اللي خدوها هم دول بياخدوها. طيب حضرتك شايفه ايه الصعوبات اللي بتواجهنا
في ممارسة التعليم الدامج بمناسبة يعني غرفة المصادر ووسائل الإيضاح والكلام ده كله؟ أول حاجة التعليم الدامج عنده فيه مشاكل كتير. أول حاجة بتبدأ من الأم نفسها اللي هتدمج ابنها في التعليم. أنا ابني ده هو بيتعلم مهاراته بسيطة. لا، ده مش حقيقي. الدمج في التعليم ده بيساعدنا أساساً إن إحنا أنا هقول حاجة، أنا ابني بيتعلم مني أكتر وبيتعلم من أصحابه. بيتعلم مهارات. الدمج في التعليم مش بس بيعلمه أكاديمي، ده بيعلمه كمان مهارات حياتية، إزاي يتعامل مع أصحابه، إزاي يبقى في تواصل، إزاي يبقى يعني هما كمان يعني. ففكرة التعليم الدامج بيخلينا إحنا نشوفهم والمدرسين يشوفهم ونعرف إيه احتياجاتهم ونزود ونطور في مناهجنا وأدواتنا ووسائلنا. الأم نفسها يبقى هو ليه صحاب فيحس إن هو قادر يتعامل متشاف. الحاجة التانية، الأم اللي عندها طفل مش ذوي إعاقة، إحنا قابلنا وإحنا بندمج أطفال في التعليم، أنا ابني لما يقعدش جنب ابن ذوي إعاقة هيتعلم منه، مش هيديله، مش هيبقى مهاراته كويسة، هيبقى مش شاطر. أحيانا الناس بتقول هيتعدي، الإعاقة مش مهدية. فممكن تروح تقول لميس المدرسة أو مدير، لا مش عايزة، لا هو انت فاهمه غلط، ان ده بيساعد ابنك ان هو هيتعامل مع شخص مختلف، فممكن يديله مهاره كمان ان هو يتعامل معاه. ففيها استفاده كمان، فيها استفاده جدا لكل الاطفال وكل ولو ما هينزلوا غرفه المصادر اللي هو التعلم النشط اللي احنا كنا من زمان عايزين نطبقه. هو لو نزل غرفه المصادر الطفل ذوي الاعاقه، الطفل دون الاعاقه كمان هينزل وهيتعلم تعليم بطريقه احسن، لان يعني التعلم النشط بشكل عام هيبقى كويس. دي حاجة. الحاجة التانية اللي هو التوعية زي ما قلت للأسر ذوي الإعاقة ودون الإعاقة. البيئة المدرسية. أيوة. عندنا مشكلة لو الفصول في أدوار عليا وأنا على كرسي متحرك، لو طلعت فوق يعني فصلي في دراسي في دور رابع ولا تالت، يعني هل اللي هو المباني تكون مؤهله اساسا للدمج؟ فانا الفصل بتاعي في الدور الثالث والدور الرابع، فانا هطلع ازاي وبالكرسي؟ ففكره الكرسي او تشيل الكرسي ده ما فيش استقلال، ما فيش حريه، في حرم. ولو مره طلعوني الداده او ده يعني المره الثانيه ممكن تسيبني، ممكن تبقى متضايقه، هتعاملني بطريقه مش كويسه. الموضوع بيكون عليه تقيل على الشخص ذوي الاعاقه، ده موضوع تقيل ان هو هيطلب اساسا فالبيئه من حد او من دادة او من زميلي. الاتاحه يعني فكره الاتاحه بشكل عام، ان انا اقدر من اول ادخل المدرسه قادر اتعامل. الحمامات مهيئه، ان انا الطفل بيقعد كام ساعه فاكيد هيستخدم الحمام، فلو هو ما فيهوش اتاحه ويقدر يعتمد على روحه ويعتمد على نفسه زيه زي اقرانه. غرفة المصادر هي مكلفة جدا بس هي مهمة جدا. تدريب العاملين داخل المدارس ازاي يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أول المدير المدرسة للمدرسين للأخصائي، وكمان يفهموا يعني ايه هو يعني مين هم الأشخاص ذوي الإعاقة وازاي يتعاملوا معاهم وايه سماتهم وايه التدخلات اللي يتم معاهم، وينموا مهاراتهم كمان وينموا مهاراته وبناء كوادرهم. كمان اللي هو مدرس الظل او شادو تيتشر، يبقى عندنا مدرسين ظل قادرين يدخلوا معانا جوه الفصل، هما مش بيعملوا تدخلات مع الطفل لكن هو بيحاول يساعده. طيب يعني بكلام حضرتك كده انه عموما لو المدرسة مؤهلة ممكن اي طفل يكون ذوي اعاقة يعرف يبقى في التعليم الدامج؟ طبعا الدمج في التعليم يعني هو خد كل شرايح بس ما عدا اللي هو شديد الاعاقة، الاعاقات المتعددة. يعني هو حط شوية قرار الدمج التعليمي، حط شوية رولز كده للدمج يعني، قال مثلا الاعاقة البسيطة نعرفها يعني. نعرفها من حضرتك بقى ايه الحالات اللي ما بيحصلش فيها الدمج، يعني ايه الاعاقات اللي مش بيحصل فيها يعني الدمج؟ اللي هي شديد الاعاقة الحركية الشديدة او الاعاقات المتعددة، ده مش هيبقى محتاج متخصصين اكتر في التعامل ومحتاجين مكان مهيئ اكتر، لكن هو حط الرولز دي وحط يعني حط الرولز مثلا ان الاعاقة الذهنية كالناس يعني يقول الناس الإعاقة الذهنية يتم دمجها مثلا، بس مثلا مستوى الذكاء من 65 ل 84،
الاعاقات الحركيه يتم دمجها، لان هم ما عندهمش مشكله في التواصل، ما عندهمش مشكله في المهارات، هي عندهم مشكله في الاتاحه البيئيه والاكسبيلتي. الاعاقه البصريه والاعاقه السمعيه يتم دمجهم لانهم ما عندهمش مشكله في التحصيل، لكن عندهم مشكله في الطريقه. يعني فعلا مثلا الاعاقه البصريه لازم يبقى في حد يعلمهم برايل، يعني بيبقى يتم انتداب حد مثلا من المدارس النور تعلمهم برايل، لان يعني دي هيقدروا يستخدموها، والتكنولوجيا كمان سهلت كتير. والاعاقه السمعيه نفس الحكايه، لازم يبقى في حد يعرف لغه اشاره عشان يقدر يوصل لهم او يشرح لهم المنهج. معناه لو مش حدش بيعرف يشرح لهم لغه الاشاره وبيتعلموا لغه الاشاره، هيوصل لهم المنهج التعليمي ده ازاي؟ اوكي. طبعا يعني بس يعني اهم حاجه كمان المدرسه، بس كمان انا لما هنزل من بيتي، من اول ما انزل من بيتي مهم يبقى المجتمع قابلني، يبقى عندي معين حركي ان انا اتحرك. لو انا شخص ذوي حركيه وما عنديش كرسي هروح المدرسه ازاي؟ بالظبط. اوكي. طب يعني انا عندي سؤال في الحته بتاعه الاعاقه المتعدده، يعني ايه اعاقه متعدده؟ اعاقه متعدده يبقى هو عنده اكتر من نوع من الاعاقه، فعايز طرق للتواصل وطرق مختلفه يعني للتعامل. ممكن يبقى عنده اعاقه حركيه مع اعاقه بصريه، وممكن مع اعاقه سمعيه. فدي يعني 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 دي صعبه جدا الاعاقه المتعدده. اوكي. ولكن وهي هي الاعاقه المزدوجه تقريبا، هي المزدوجه بتبقى يعني هي مختلفه المتعدده، يعني اكتر من اتنين. ده في فرق ما بينهم. اوكي. ممكن نعرفه طيب من حضرتك برضو؟ المزدوجه ان هو عنده اعاقتين، يعني اعاقه بصري مع اضطراب طيف التوحد مثلا، او اعاقه ذهنيه بسيطه مثلا مع اعاقه حركيه، دي المزدوجه. لكن الاعاقه المتعدده هم اكتر، يعني اكتر من الاعاقتين. والاثنين نافعين للدمج؟ بصي هي كل حاجه يعني بتذاكر يعني او بتدرس، يعني المزدوجه والمتعدده ما كانش في قرار الدمج بيقول ان هم يتم دمجها. في بعض الجهود اللي بتحاول تدمج ناس اولاد داخل مدارس دمج، يعني تدمج الاعاقات المزدوجه في مدارس عاديه يعني نظاميه، بتحاول تعمل ده. لكن القرار لما اول ما القرار صدر، هو القرار كان صدوره الاعاقات البسيطه الذهنيه البسيطه ونسبه ذكاء كذا، ربط بالتوحد. لكن ابتدى اللي هم الاعاقات المتعدده كان اي لا، بس ببعض الجهود الناس المهتميه بفكره الدمج، لان الدمج بتخلينا نعرف الناس، بتخلينا نحس بالناس، بتخلينا نفكر احنا نفكر نعمل ايه للناس. لكن طول ما احنا هم منعزلين في جزر واحنا في حته ثانيه، عمرنا حتى احنا لو انت بتشتغل في تكنولوجيا عمرك ما هتفكر تعمل لهم حاجه، لو بتشغل بتبني من المبنى ده مش هتفكر في فكره الاتاحه. فده بيخلينا احنا لا، ده في ناس وفي ناس وازاي نعمل ده. فده احنا مسؤولين، يعني دمجهم او في المجتمع ده مسؤوليتنا كمجتمع. طيب ده يودينا لسؤال، ايه اهم الشروط لانجاح عمليه الدمج او التعليم الدامج؟ زي ما انا قلت كده، هو لازم يبقى في امكانيات، لان احنا بنحتاج احتياجات زي غرفه مصادر وادوات، المدرسين، تدريب المدرسين وتدريب كوادر جيده، الاتاحه البيئيه ده لازم وضروري، بناء قدرات الوعي المجتمعي عشان ما يبقاش في حد بيرفض دمج الاولاد سواء من الاسر. توضح لنا اكتر النقطه دي. الوعي، يعني الاسر ذوي الاعاقه يفهموا فكره الدمج، هيستفاد ابني ايه، ودون الاعاقه لازم ما يبقاش بيرفض. يعني هو كمان احيانا بيرفض زي ما قلت ابني يقعد جنب شخص ذوي اعاقه. كمان الوعي داخل المدرسه، يعني المدرسين ازاي يتعاملوا معاهم، يعني في كل اعاقه ليها سمات، فيفهموا الاولاد سمات كل اعاقه ايه وازاي يتعاملوا معاها. يعني كمان بلاش الكلام الجارح، يعني الكلام الجارح اللي هو اصلا ما احنا ليه بنقول عليهم اساسا اشخاص ذوي اعاقه، ما بنقولش يعني اشخاص ذوي اعاقه، لان بتيجي المعنى ان هو شخص كامل، بيسمع بيحس بيفهم بيتكلم بيشعر، فهو شخص ما بقولش معتوه ولا بقول معاق ولا بقول معاقه، انا بقول شخص عشان اقول شخص بكامل كل امكانياته ذوي اعاقه، في اعاقه بتعوقه.
انا لو بنيت المبنى ده وما عملتش السلم حضرتك تقدر تطلع؟ لا طبعا. لا طبعا تبقى الاعاقه فيك. لا، الاعاقه في الحواجز البيئيه والمعلوماتيه اللي هي بتحول دون مشاركتك، يعني انت مش بتقدر تشارك فمش بتقدر تندمج في المجتمع. فالكلام اللي حضرتك اللي انا بقوله الوعي المجتمعي ده، لو انا نزلت من الشارع وابتديت حد يكلمني ويقول لي كلام يضايقني هعمل ايه؟ طب يعني هل بيكون في فرصه للمدرسين ان هم يعرفوا قبل ما يتعاملوا مع الاشخاص ذوي الاعاقه ازاي يتعاملوا معاهم بالظبط، او ايه بيكون مؤهلات المدرسين دي؟ يعني اوريدي قرار الدمج قال ان في تدريب للمدرسين، يعني احنا يعني وزاره التربيه والتعليم اللي اصدرت قرار قالت ان في تدريب للمدرسين يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الاشخاص ذوي الاعاقه ومين هم الاشخاص ذوي الاعاقه، ازاي يوفروا كوادر، حتى الحاجات اللي هم مش عندهم في المدارس النظاميه. يعني مثلا ما عندهمش مثلا مدرس بيعرف برايل، اوكي، كتابه طريق برايل، ينفع ينتدب مدرس من مدرسه النور يجي يدي حصص برايل للاشخاص ذوي الاعاقه البصريه. ده يبقى هو بيعلمه جوه المدارس النظاميه، وما عندناش حد مثلا جوه المدرسه دي يعرف لغه اشاره. فينفع ننتدب حد داخل من مدرسه الامل، مدارس الامل، ان هو يتدرب لغه اشاره عشان يقدر يوصل يعلمه لغه الاشاره ويعرف يندمج في مع الاولاد. فكده المدرسين بيكون ليهم تدريبات وتاهيل خاص ليهم، وكمان احنا ممكن بطريقه ثانيه يعني نجيب حد في تاني في قرار الدمج هو موجود. تمام. يعني مدى امكانيه تنفيذ ده في كل المناطق وفي كل الاماكن وكل المدارس وعلى كل المستويات، يعني اكيد في تفاوت. أوكي. لكن كمان في جهود مجتمعيه، جمعيات ومؤسسات بتهتم بالدمج التعليمي بتعمل ده، وهم يعني عندهم المعرفة والمعلومات والطرق اللي يقدروا يساعدوا بيها المجتمع، او يساعدوا يعني يساعدوا المدرسين ان هم يبقوا ازاي قادرين يتواصلوا ويتعاملوا. وفي حاجات كتير كمان، يعني في من ضمن الحاجات اللي هي دلوقتي كلية علوم ذوي الاعاقة دي كلية، يعني يعني اهتمام الدوله فعلا، يعني في كليتين، يعني واحده في بني سويف وواحده في الزقازيق، عشان تعلمهم مين هم الاشخاص ذوي الاعاقه وازاي يتعاملوا معاها. ده ما كانتش موجوده زمان، يعني مدى الاهتمام ان احنا عندنا كليات للاشخاص ذوي الاعاقه عشان يدرس فكره ازاي يتعاملوا معاهم ومين هم، دي كليه متخصصه اكتر. اوكي. طيب ممكن نعرف بس من حضرتك نصيحة، أو نحب نعرف رأيك في التعليم الدامج، أو نقول إيه؟ أنا مع الدمج بشكل عام. يعني لما ابني بيندمج في المدرسة بيتعلم مهارات من أقرانه من أصحابه من التعامل في الشارع من خبرة يعني العمل معهم. لو أنا كبير وبروح الشغل بتعلم إزاي أتواصل مع الناس، بتعلم بكتسب مهارات ومعارف مش هتعلمها لما يتم حبسي في البيت او عزلي نتيجه ان انا مضايقات. النصيحه كمان اللي بقولها للاشخاص ذوي الاعاقه، خليكم اقوياء، الاسر تبقى اقوياء، ما يصعبش عليها كلام اللي احنا ممكن بعض الناس تقوله بطريقه مش لطيفه. نفسي انصح برضو الناس اللي هما دون الاعاقه ما يضايقوش اسر الاشخاص ذوي الاعاقه، حتى لو بتعرفوا في الزايد او الكلام الجرح. يعني اوكي، احنا يعني بنشكر حضرتك جدا، انا شخصيا استفدت جدا، ويعني كان في اسئله كتيره بجد في دماغي حضرتك جاوبتينا عليها. انا يعني انا اخذت كميه معلومات كتيره قوي، يعني شكرا جدا، ميرسي. في الحقيقه انا اول مره اعمل فيديو، بس الفيديو ده أنا بناشد بيه كل المسؤولين عن الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا عندي طالب في الفصل عنده ضعف بصر، وطبعاً مكتوب أمثلة توضيحية في الكتاب زي أنظر صفحة كذا أو أعمل صفحة كذا. فأعتقد إن جه دلوقتي الوقت إن إحنا نطور مناهجنا علشان تلاقي كل الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكمان تلاقي من الناس اللي عندهم صعوبات تعلم، إن هي تكون مناهج دمجة علشان تناسب كل الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة وكمان التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلم. ايه رايك يا نور؟ جميل جدا. انا
عايز اعترف معاكم ان في فعلا مش كل المدارس عندها دمج في المناهج بتاعتها. ده ممكن يوصل للاهل او للاطفال احباط شويه. انا عايز اقول لكم ان حقكم طبعا تتضايقوا، حقكم ان انتوا كنتوا تشوفوا مناهج دمج اكتر ويبقى في حاجات داعمه لكم اكتر. احنا في مرحلة نتطور فيها وبنعمل فرق كبير صراحة في السنين اللي فاتت عن قبل كده، لكن احنا مش عايزين حاجة توقفنا. انا نفسي الاهل كمان يوصل لهم ده، ما تحبطوش لو لقيتوا المناهج مش دمجة، ما توصلوش الاحباط ده لولادكم، خلي ولادكم بالعكس يشوفوا ان في امل وان احنا ممكن رغم كل التحديات اللي بتقابلنا ان احنا نعافر ونكمل. وفي ناس قبلنا زمان خالص قدرت وهي عندها اعاقات كتيرة ان هي برضو تنجح وتكمل. فاحنا دلوقتي الطرق اسهل شوية او الحاجات اسهل شوية من زمان. ما بقناش عندنا مناهج دمجة بشكل كامل، لكن برضو في احسن من السنين اللي فاتت. فانا عايزه اشجعكم ان انتوا تشجعوا اولادكم، والاطفال كمان تتشجع ان هي ما تستسلمش وتعافر. وممكن كمان تشوف لو المناهج مش دمجة في المدرسه ممكن تشوف وسائل تانية بره لو في امكانيات لكده. يعني من الاخر كده مش عايزين حاجه توقفنا، عايزين نفضل نعافر حتى لو لقينا صعوبات في النص، وما ناخدش الامور بشكل شخصي. يعني مفيش حد قاصد يضايقك، مفيش حد قاصد يضطهدك، هي الحياه وامكانيات الاوقات كتيره بتبقى ضعيفه بصراحه يعني. لكن احنا برضو لازم يبقى عندنا اصرار ان احنا نكمل رغم الامكانيات اللي ضعيفه او رغم ان ما نكونش في الحاجه اللي احنا عايزينها او اللي احنا نتمناها. وعايزه اشجعك ان انت تدور على امكانياتك القويه اللي تساعدك انت تعافر في الحاجات اللي هي الصعبه، زي مثلا بحاول اصلح افكاري واخد الامور بشكل ابسط شويه، ان انا عندي قدره على المثابره والمعافره. اوقات بنبقى بنقابل امور بشكل فيه ابتسامه، يعني ابتسم واهزر واضحك فده يخفف عني. الحاجات دي كلها على فكره بتعمل فرق كبير قوي في طريقه تعاملنا مع الازمات او الصعوبات اللي بتقابلنا والتحديات اللي بتحاول ترجعنا لورا. فعايزه اشجعك كمل رغم اي تحدي بتقابله.